السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي اضيف مكان مخصص لانتقال ذوي قدرات خاصة من رصيف لرصيف. خلينا مثلا نعمل رصيف اللي هو المكان كله، ممكن تعمل فلور. لما خلينا نختار اللي هو 425 مثلا، والارتفاع بتاع زيرو، وهبدأ ارسمه بالشكل دوت. اوكي، وبعد كده هبدأ اعمل الرصيف التاني فلور، وهقول له ده مثلا خليه اللي هو 300، وده 300، وهقول له ابدأ ارسمه لي مثلا من هنا لهنا، وهقول له اوكي. وبعد كده هاجي هنا في الاركتكشر، هستعين بالرفرنس سيبلان، دي خطوط بس كده ايه ارشادية نقدر نلغيها بعد كده، مفيش مشكلة خالص. تمام، ممكن ناخد ده كده كوبي، تمام، نخليها على نفس المسافة تقريبا. طيب دلوقتي بقى هقول له ايه، انا عايز اجي على دوت، هقول له اد سبليت لاين، تمام، من هنا مثلا لهنا، تمام، واحد تاني من هنا لهنا، واحد تاني من هنا لهنا بالشكل دوت. وممكن حتى نقطع بسبليت، تمام. طيب عندي بقى النقطتين دول، دول اللي انا عايز اغير فيهم. اجي هنا اقول له ده اللي هو انا علمت عليه، قال لي ده زيرو اللي هو الخط دوت، اقول له ده خليه سالب 300 بالشكل دوت. طيب خلينا نشوف ال 3 دي هتبقى عاملة ازاي اهي. هتلاقي ان ده على ارتفاع 300، وهنا في نزول، ممكن اشخاص يمشوا او حتى لو هو بالعربية تحت يقدر ينزل من الرصيف دوت للرصيف العادي. ده على ارتفاع، ده ارتفاع بس، خلاص ده الجزئية دي. هتلاقي ان الارتفاع دوت حتى لو قلنا من انوتيت اثبوت بدأت 300، وهتلاقي ده الزيرو، وهتلاقي الحتة دي نازلة للزيرو برضه.